سلام اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. مبروك عواشركم ومبروك عليكم العيد، الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بصحه وسلامه. اليوم رجعت لكم باش نوريكم الشكل الثاني ديال الحلويات ديال العيد اللي غادي ندير. انا راه درتهم في نهار واحد وغادي ننزلهم لكم ان شاء الله كل واحد في فيديو باش تتبعوا التفاصيل. ايوا مهم البنات، غادي ندير معكم اليوم هذيك الحلوه ديال الرخامه، سهلة جدا البنات. انا هنا خديت البسكوتي، هذاك البسكويت طحنته غير هرمشته. اي بسكوي، اي نوع ديال البسكوي كان عندكم متوفر، والقياس هو يعني على حسب الكميه اللي بغيتوا ديروا. يعني بغيتوا تجي بغيتوها رقيقه ديروا قليل، بغيتوا ديروها غليظه تحاولوا تزودوا الكميه. صافي. مهم خديت هنايا البسكوي هرمشته، وخديت هنايا الكاوكاو حتى هو طحنته حتى هو هرمشته، غير مهرمش غير شويه، خليت شي حبيبات مصايبين تصاينين. الكميه اختياريه البنات، ما عبرتهاش، المهم درت غير عيني ميزاني. صافي غادي نجمعهم بالعسل، غادي نجمعهم بالعسل، وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الكاكاو المر باش يعطيني اللون. بعد ما جمعت البسكوي والكاوكاو مهرمش مع معلقه مع نص معلقه ديال الكاكاو، غادي نزيد دابا العسل. غادي نبقى نزيدو تدريجيا. اللي عنده نيستلي يدير واحد جوج عواشقات ولا ثلاثه ديال نيستلي، وعاد يجمع بالعسل. انا ما متوفرش عندي دابا. صافي انا غادي نستمر بحال هكا نجمع في الخليط. ملي غادي تجمع ليا الخليط غادي نرجعو نكملو التتمة ديال التحضير. البنات غادي نجيبو هنايا واحد الصفيحة اللي غادي نديرو فيها الحلوة ديال الرخامة، يعني اللي متوفر، لا اللي متوفر عنده غير طاوة ديال الفران، اللي عنده شي صفيحة ديال الدجاج، يعني على حسب. هذا هو الخليط ديالنا ملي جمعناه كيجي بحال هكا. اللي بغى يخلي شويه مفرتت ما يكثرش العسل يخليه، اللي بغى يكثر يزيد اكثر من هذه الكميه يزيد. صافي البنات غادي نسرحوه هنايا في الطاوه. تجيبوا القياس البنات، شي حاجه اللي تدخل لكم الثلاجه، حقاش غادي ندخلوا الثلاجه، ماشي ديروا شي طاوه عاوتاني كبيره وفي الاخر ما تدخلش لكم الثلاجه توليو واحلين. بطبيعه الحال ولا اي مول توفر كنفرشوا ليه الورقه ديال الزبده باش يسهل علينا الماموريه. صافي غادي نحاولوا نبقاو نصايبوا بحال هكا. غادي نجيب واحد الكاس وغادي ندفع به باش يتجمعوا ليا مزيان العناصر. صافي غنستمر البنات بحال هكا، من بعد غادي نرجعوا نكملوا التتمه. البنات مباشره غادي ندوز نذوب الشوكولاط. هنا راه خديت تقريبا واحد 400 غرام ديال الشوكولاط الاسود، وزدت عليه واحد 3 المعالق ديال الزيت. صافي شعلت عليها البنات، نحاولوا نحركوه بالزربه باش ما يقساحش لينا، راه هو دغيا كيذوب، الا خليتوه فوق العافيه بزاف راه غادي يتحرك وغادي يجي قاسح. ردوا معاه البال، اللي تخاف منه يخسر ديرو في الحمام مريم. ما نخليوش البنات تايدو بكامل، غير نحسو بديك الطبقه التحتانيه ديال الشوكولاط دابت، يعني خدات الحراره. صافي ونحيدوه من فوق العافيه ونبقاو نحركو فيه، راه غادي يذوب بهذيك السخونه ديال الطبقه التحتانيه. صافي انا غادي نطفي عليه هنايا وغادي نخليه يذوب على خاطرو دابا البنات. وباش مني نديرو فوق العجينه ديال الكاوكاو باش يقساح ليا بالزربه، غادي نزيد عليه واحد المعلقه
ديال النشا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا الشوكولاط ديالي داب على خاطرو، ناقصه حتى شي حاجه. هانتوما كيف ما كتشوفوا زدت عليه واحد المعلقه كبيره ديال النشا باش انفولوحو فوق هنايا، ندخلو شويه المجمد، صافي بالزربه كيقساح. هادو البنات، هادي البنات هي الطبقه اللي كتجي لتحت، وكيبقى لكم الاختيار طبعا، اللي بغى يديرها شويه سميكه، اللي بغى يديرها رقيقه، كتبقى اختياريه. انا البنات راه درت الشوكولاط الاسود اللي بغى يدير بالحليب. صافي غادي نحاولوا نديروا ليها هكذا، وغادي ندخلوها البنات المجمد حتى تبرد ونرجعوا نكملوا التتمه. البنات من بعد ما جبدناها من الثلاجه، هانتوما كتشوفوا هكا عرفتوا الجوانب غيكونوا لاصقين. غادي ناخذ واحد الموس، غادي نحاول نبرك غير هنايا شي جنب بحال هكا غير بشويه، مع كيبدا يدخل الموس مع كتشوفوها تتهز كتهز الحلوه. غير بشويه ندفعوا الموس، مع كيبدا الموس يهبط لتحت كتهز هي الفوق، شفتوا؟ البنات غادي ناخذ هاد الورقه ديال الكيكه، غادي نحاول نحطوها بحال هكا. غادي نشدو هاد الطاوله ديال الفران، غادي نقلبوها. غادي نحاولو نقلبو الحلوه. كيف ما تشوفوا دابا غادي نحاولوا نهزوا هكذا غير شويه البنات باش ما تكسرش، نرجعوها للطاوله. نحاول نحيدو هذاك الكارط اللي درنا ورق ديال الزبده. دابا البنات غادي نضيفو عليها الشوكولاط الابيض. حطينا الشوكولاط الابيض، زدت عليه واحد ثلاثه العواشق ديال الزيت، نفس الطريقه باش درت الشوكولاط الكحل، غادي ندير الشوكولاط الابيض. صافي حتى هو غادي نذوب غير نص الكميه، وغادي نطفي عليه ونخلي النص الاخر يذوب فهاديك السخونيه ديال الكاسرول باش ما يتحركش. شوف راه الزربه كيبدا يذوب شويه الكحل، غادي نديرو هنايا باش نزوقو بيه من الفوق، حتى هو كنضيف عليه الزيت. هنا غنحاول ندير واحد شويه ديال الشوكولاط الكحل باش يجي ليا اللون، ما يجينيش بياض. شوفوا البنات ملي كنزيد واحد شويه تاع الشوكولاط كيجي واحد شويه بحال ذهبي، ما كيجيش داك اللون ابيض. صافي البنات هنا غادي نطفي عليه دابا، حتى هذا راه طفيت عليه، نخليها شويه اللي بقى يطيب هنايا في السخونه باش نزوقو بيه من الفوق. هنا البنات كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ الشوكولاط الكحل اللي درتو في ميكا، غندير واحد الثقب صغير بالبره، غادي نحاول ندير خطوط
من بعد غادي نشد واحد العود ديال السنان، غادي نبقاو نديو خط ونجيبو خط، ولا نجيبوهم نجيبو هكايا الخطوط من الاعلى للاسفل. نقلبوها عاوتاني، نجيبو العكس ديال الخطوط عاوتاني، صافي البنات غندخلوها دابا المجمد حتى تجمد، وغادي نجبدوها غادي نقطعوها يا اما مربعات يا اما معينات، المهم على حسب الشكل كل واحد غادي يقطع على حساب الاختيار اللي غيبغي، ومن بعد غادي نقدمها لكم بالطريقه ديالي انا ان شاء الله.